رايحين على الغابة أو على البحر وحابين تاخذوا معكم أكل، هذا الأكل المناسب. أنا نتالي من فلسطين ومعكم فكرة طبخات كبيرة بإيدين صغيرة على صوت المغتربين العرب. اليوم رح أعمل لكم طبخة كتير زاكية، هي دوالي ولحمة وبتاكلوها بارد وسخون وإيش بدكم. وأكيد إذا ما كان موسم الدوالي ممكن تكونوا مخزنين، فإيش كتير مخزنين. رح نحتاج دوالي ولحمة وبهاراتنا ملح فلفل وبهار وصوص بندورة وزيت زيتون. هلأ جوعت البهار اللحمة، معلقة ملح ومعلقة بهار ونص معلقة فلفل، إذا بتتابعوني هتكونوا صرتوا حافظينها. أوه الزيت الزيتون من هنحرك. حط شوية زيت على الصينية. أوكي شوفوا كيف طريقتها، طريقتها كتير سهلة. بنجيب الدوالي وبنحطها هون، هذه بتتسمى يعني لحمة عورة، انا بسميها بزر لانه كل مره باكلها كل ما اروح باكل وحده وكل ما اضلني اجي رايحه بضلني اكل زي البزر، صاروا يسموها مثلي بزر. هيك وهيك هيك وضحت صارت جاهزه وبنكمل بهاي الطريقه. هينا صرنا بآخر وحدة وبرضو ما بطولوا، كتير سهلين وبسطين. هلأ اجى وقت نبهر، بنقدر نحط ملح على الوجه وفلفل بهار كيف بدكم. هلأ اجى وقت نحط البندورة، هلأ بتقدروا تحطوا البندورة العادي الحبوب الطبيعية يعني هون، وبتقدروا تحطوا هذا وبتقدروا تحطوا الثاني، انا حابة احط من هذا. وهذا اللي انا هلا حطيته بتقدروا انتم تعملوه بالبيت عادي، البندوره الطبيعيه اللي بس بتهرسوها وبتصير هيك. وهيك صينيتنا صارت جاهزه نحطها بالفرن. ريحة دمار، وانا متأكدة كمان انه طعم البزر تبعي رح يكون كتير كتير زاكي. حدوق واعطيكم رأيي. البهارات بتسهل، هو نفسه بسهل، وجد جد لازم تعملوها وتعطيني رأيكم. ما تنسوا تعملوا لايك وكمان تشير وسبسكرايب، وبرضه اعملوا سبسكرايب على القناة تبعتي. انتم بنات اللي دايبس بالانجليزي، بحط لكم اياها بالدسكربشن بوكس. باي، بكمل اكل البزر.